شاف داره في بلاد اخوان رمه للكرم منهج وسيره ما يحس الضيف بالغرمه لو انهوى الزياره مرحبا في دره اخضر مهرجانات الجزيره والخليج اخذت تصاميمه بدقه واستشاره التحية متواصلة والانطلاقات مستمرة مع باكورة انطلاقة هذه المرحلة الأولى من السباق المحلي الثامن وسن الحقائق ومسافة المواهب وهي 4 كيلومترات ينطلق بحفظ من الله سبحانه وتعالى ورعايته. شوطنا الأول الرئيس المخصص لفئة الحقائق القعدان انطلاقة جميلة وموفقة بعون من الله سبحانه وتعالى ورعايته. أسماء عديدة تشارك شعارات ملونة مزينة لأرضية هذا الميدان في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. من هنا من على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية نسير بحضراتكم مباشرة مشاهدينا الكرام مع البداية ومع المركز الأول. من يقود الصدارة؟ مبلش بشعار السيد سلطان بن سالم بن رباح الحربي مع البداية ومع اندفاعة مبلش. نقلتنا إلى المركز الثاني، نشوف نتابع المجد بشعار السيد حمد بن جار الله البريدي يتقدم مع المجد على صعيد المركز الثاني، بينما الانتقال إلى ثالث المراكز وثالث الواصلين يصل في هذه اللحظات هملول بشعار السيد حمد بن مسفر بن علي المخضوبية يتقدم مع هملول على مستوى المركز الثالث. رابع المراكز ورابع المنطلقين الآن يصل شاهين بشعار السيد محمد بن جابر بن عبد الله النابت، والمركز الخامس ينطلق شعار المحترف على مستوى المركز الخامس ليختم النداء الأول للخمسة نجوم المنطلقة مع اندفاع العديد على مستوى المركز الخامس. ولا هذا هم زاحم بشعار السيد فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. هذه الخمسة نجوم، هذه الخمسة نجوم المنطلقة معنا في ندائنا الأول، ومن بعده نتحول للصدارة وللبداية حيث الانفراد حيث التحدي بيد وأقدام مبلش. سلطان بن سالم بن رباح الحربي مع المركز الأول ومع الصدارة. شوفوا تابع، شوفوا تابع أول الملاحقين من يقود المجموعة الخلفية في هذه اللحظات يصل وينطلق هملول بشعار سيد حمد بن مسفر بن علي المخضوبية. المخضوبية قادم مع هملول على مستوى المركز الثاني، بينما من هناك الانطلاقة والتحدي مع شعار النابتي. من يتقدم مع شاهين محمد بن جابر بن عبد الله النابت، ورابعا شعار البريدي واصل مع اندفاعة المجد حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. وخامس المراكز وصلت الأسماء، وصلت الشعارات في هذا التقدم المثير مع اندفاعة شاهين علي بن حمد بن محمد بن طفلة شعار الزعيم ينطلق مع مستوى المركز الخامس. وغيرها من الأسماء وغيرها من الشعارات أراها قادمة بالعين المجردة واصلة لا محالة، لكن البداية والصدارة هناك
مع مبلش، مع انطلاقة مبلش واندفاع مبلش، من يرقص الرقص الشحاني، الرقص الأصيل، رقص تلقائي وعطاء عملاق مع مبلش. سلطان بن سالم بالرباح الحربي مع البداية مع الصدارة، ولكن دير بالك من القادم، أول من يرفع راية نحن قادمون، هملول بشعار السيد حمد بن مسفر بن علي المخضوبية قادم الآن واصل لا محالة في حالة استنفار، يبدأ بزيادة سرعته مع تناقص الأمتار. شوفوا تابع المركز الثالث أيضا القادم والواصل مع هذا التحدي وهذا الاندفاع، شعار بن قطامي يتقدم مع انطلاقة سياف هادي بن سالم بن محمد بن قطامي، وأيضا الواصل والمتقدم السيف لسالم بن سعيد بن سالم باللزي وحل. كل قادم، الكل قادم يراعي مبلش، مبلش لا يزال هناك في الصدارة في المقدمة في البداية مع هذا التحدي مع هذا الاندفاع، لكن القادم ينطلق في هذه اللحظات شعار بن لزيوح يندفع الآن مع السيف، مع السيف ينطلق أيضا مع أيضا افتتاحية الكيلومتر الأخير، الكيلو الأخير يا متأخرين، البداية مع السيف سالم بن سعيد بن سالم بن لزيوح مع الصدارة مع البداية مع نقطة أول الأشواط. بن قطامي واصل يراقب تحركات السيف هناك على البداية، وأيضا القادم اسم قادم يصل في هذه اللحظات معزز، سعيد بن علي بن سعيد بن راية قادم مع المركز الرابع يصل الآن، بن قطامي وباللزيوح وبالراية، ومن هناك أيضا العديد، العديد محمد بن فاران بن عتيق البريد المري، وأيضا حمد بن سعد ادعب أراه واصل، أراه واصل مع موفق، موفق قادم والعديد واصل يراعي السيف، يراعي السيف، يا سلام سياف قادم، سياف قادم بدأ الآن بالانتقال الجميل والمميز للصدارة وبالراية أيضا واصل. الله يا سلام على هذا التحرك وعلى هذا الانطلاق، نقطة الشوط الأول الرئيسي مع بن قطامي مع سياف ولا مع معزز، معزز وسياف اللحظات الأخيرة، معزز على المركز الثاني، سياف على البداية على الصدارة حتى الرمق الأخير لا يزال يتشبث بالمركز الأول بأيضا إلى نقطة الصفر، ولكن المركز الثاني معزز قادم بالراية، بالراية ولا بن قطامي، أبناء الشحانية مع المركز الأول، أبناء ميدان الجزيرة مع المركز الثاني، ولكن خلاص خلاص سياف يحسم الموقف حتى هذه الأمتار. المركز الثاني كان من نصيب معزز بشعار السيد سعيد بن علي بن سعيد بالراية. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب كرار للسيد محمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق. رابع المراكز، رابع المراكز مع السيف لسالم بن سعيد بن سالم باللزيوح، بينما المركز الخامس كان من نصيب العديد بشعار السيد محمد بن فاران بن عتيق البريد المري. تابعنا هذه المنافسة الجميلة حتى الرمق الأخير والتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام للحظات وصول سياف وانتزاعه لنقطة أول الأشواط، 5:52.66 تهانينا والناموس للسيد هادي بن سالم بن قطامي على انتزاع سياف لنقطة أول الأشواط. المركز الثاني اللي ما قصر معزز نافس حتى الرمق الأخير 5:53.6 من الثواني، بينما المركز الثالث من حل على ثالث المراكز كان من نصيب شعار السيد محمد بن راشد بن عبيد آل مريزيق، من انتزع المركز الثالث مع كرار بتوقيت زمني 5:55.12 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.